ما تبحلقش كده يا لوح، دي جت بطلوع الروح. ما تبحلقش كده يا عبيط، دي جت وعليها تقسيط. عضت اسد ها ولا نظره حسد؟ ايه رايكم في الامثال الجميله دي؟ شايفين الادب، شايفين الاخلاق، شايفين الناس اللي تعبانه في العربيه؟ لو تشوفوا بقى هو بيقول عليها تقسيط وتشوفوا ماشي على سرعه كام وعمال ياخد غرز ومدمر 15 عربيه ملاكي وماشي في الطريق، ما تصدقش ابدا العربيه دي عليها تقسيط. نفسنا من الاحد الى الخميس في 9 مساء على القاهره والناس، اهلا بكم.